بعض الحالات بيكون فيها عنف اسري م. يعني العنف الاسري بيكون زياده عن طاقه الـ الـ الاطفال سواء بين الاب والام او احد الاطراف بيكون عنيف بشكل او باخر على الـ 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 الاطفال دور اليوجند امت في الحاله دي هل بتكون بنفس التدرج الاولاني ولا لما بيكون اختلاف السن من وضع لتاني بيكون تدخل اليوجند امت بشكل مختلف عن مع اختلاف السن اقصد في مرحله معينه من السن بيتدخل فيها ولا هو بيتدخل في اي وقت او بالنسبه لليوجند امت ايه هي مراحل الطفل اللي هو ممكن فعلا يعامل معامله الطفل لسن كام؟ شوف بالنسبه لليوجند امت او بالنسبه للطفل هنقول اليوجند امت بيتدخل في الطفل بأي مرحلة طول ما الطفل قاصر بيتدخل فيها بس هنقول من تحت ال 14 سنة بتكون شوية أشد ليه؟ لأن أوكي ممكن طفل عنده 12 سنة 13 سنة ويروح يبلغ لليوجن أمت ويقول لهم أو يبلغ المدرسة إن أهلي عنفاء معايا من بعد 14 سنة الطفل ممكن بعد ما ياخدوا اليوجن أمت يقول أوكي طب أنا عايز أرجع البيت ممكن يرجعوه للبيت في الحاله دي بس تحت ال 14 سنه لو قال انا عايز ارجع للبيت بتبقى شويه العمليه صعبه تمام؟ مم. النقطه اللي حضرتك ذكرتها في في النقطه اللي فاتت هي بتاعه اليوجن امت ان في مرحله اليوجن امت اللي هو بمجرد ما هو تدخل في الطفل لازم يعرف الاول الطفل ايه الخطوره اللي عليه ايه اللي وصل الطفل للمرحله دي ما هو دلوقتي حضرتك انت قلت العنف الاسري اللي موجود لا. طيب دلوقتي ممكن يكون الاب والام بينهم خلافات جامده جدا والاب بيضرب الام وبينهم اشياء كتير مشاكل كل يوم خناقات كل يوم خناقات كل يوم خناقات طبعا كلنا عارفين ان المشاكل بين الاب والام بتاثر نفسيا على الطفل نعم. فهي لما بتأثر على الطفل بتعمل للطفل تعب نفسي فممكن تخلي الطفل يتصرف تصرفات غير مألوفة أو يتصرف م. تصرفات مش طبيعية تمام فمن هنا اليوجن امت اذا حس فعلا ان الاب حتى لو ما بيضربوش الطفل ممكن يكونوا هم لطاف جدا مع الطفل بس بين الاب والام في مشاكل كبيره جدا فالمشاكل دي اثرت على نفسيه الطفل انت اوكي ما بتضربوش بس هو متدمر نفسيا بسبب الخلافات دي فمن حق برضو اليوجن امت ان هو يتدخل من ضمن الحاجات اللي بيعملها اليوجن امت ان هو كمان بيعمل كورسات بيعمل كورسات للاهل توعيه خصوصا يا دكتور ممدوح الاشخاص اللي جايين من خلفيات مختلفه او من دول مختلفه اللي هم متعودين على الضرب للطفل م. يعني احنا عندنا في حد ما ضربش لا انت ضربت ولا لا لا ما ضربت كله الضرب يعني انا مش متخيله بيطلع عندنا ممثلين بيطلعوا على البرامج التلفزيونيه بيقولوا انا اتضربت وابويا ضربني وامي ضربتني آه, يعني الضرب ده حاجه مش عايزه اقول انها يعني عاديه وايه المشكله لان هنا القانون بيمنع بس احنا في بلدنا ان انت تضرب ابنك او تضرب بنتك دي يعني خوفك عليه اه يعني ده انت بتربيه انت بتحس كده انت بتربيه فالضرب دوت بيبقى حاجه خلاص احنا متعودين عليها بتيجي هنا بتقول للاسره ممنوع تضرب ابنك يقول لك طب لو عملت له كده ده ضرب اه ضرب ممنوع لو عملت له كده ده ضرب ممنوع ده كله ممنوع على الطفل فبتلاقي نفسك هنا انت في مأزق انت متربي على حاجات غير كمان الاشخاص اللي جايين من دول فيهم حرب انت متعود على العنف زي مثلا افغانستان ولا مثلا الحرب اللي حصلت في سوريا الاشخاص متعودين على العنف وتيجي هنا هوت انت متعود على العنف والاشياء دي فانت غصب عنك بيطلع ده على نفسيه الطفل او انت بتطلع ده على الطفل ده كله ممنوع وبيأثر على الأسرة وبنشوف حالات مأساوية هنا فعلا 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 اللي عنده أولاد هنا وهو جاي من حضارة مختلفة بيعاني الأسر بتعاني وفي أسر كتير أولادهم اتاخدوا منهم بسبب إن هما مش قادرين يطبقوا القانون مش قادرين يتقبلوا فكرة إن هنا الطفل ليه حرية أي بس المشكلة تانية إن برضو رعاية اليوجند أمت مش بتكون بالرعاية يعني هما بيتكلموا عن الحرية بكل أشكالها فلما الاطفال بتبقى تحت رعاية اليوجند امت يعني كان هما دي طريقة من طرق تدمير الاطفال بالصورة دي اللي هو بيديله حرية كاملة دلوقتي الاسرة الاب او الام بيسأل دايما او بيبحث دايما لو ابنه ما اتأخر ليه او عشان يعرف لو حصل له حاجة او هنا بيدوم الحرية بيدوم مساحة من الحرية يخرج زي ما هو عايز ما هم ما فيش حد من اليوجن امر بيمشي وراه ويقول ان هو رايح فين او جاي منين عشان كده بتلاقي احيانا في الشوارع اطفال 13 و14 سنه بيشربوا سجاير بيشربوا مخدرات فهو ده برضه يعني سلاح شايفه ذو حدين يعني هم عايزين يحافظوا على الطفل بس من وجهه نظر انها بتبقى بطريقه خاطئه لان بتبقى الرعايه مش كامله وبعدين يعني موظف ال مركز الرعايه ما اعتقدش هيهمه اذا كان الابن رجع الساعه كام ولا جه الساعه كام ده ده بيبقى مسؤوليه الاب والام ده بيخلينا طبعا نتطرق لسؤال تاني مهم ازاي الناس او الاسر تربي ولادها في النمسا وتحت قانون القانون النمساوي طيب خلينا قبل ما نجاوب على السؤال ده لان السؤال دوت في كلام كتير فيه قبل ما نشوف الاسره ازاي هتربي اولادها خلينا نقول دلوقتي النقطه اللي حضرتك ذكرتها ان دلوقتي بالنسبه للاولاد ان انت عايز دلوقتي في انا هقول لك الحاجات اللي مرت عليا واكيد اللي بيسمعونا هيعرفوا ان يمكن اللي عنده اطفال في البيت بيعاني من المشكله دي اول مشكله انت متعود ان ابنك او بنتك انت لما بتربيه زي ما انت اهلك ربوك في ناس سيئه او في اصدقاء السوق الناس اللي سلوكها غير جيد انت مش عايز ابنك يحتك بيهم ده صحيح واحد سلوكه وحش صاحبك بيشرب مخدرات صاحبك حرامي اللي معاك في المدرسه صاحبك مش متربي ايا كان ايه فانت طبيعي بتقول لابنك يا حبيبي ده وحش او يا حبيبتي دي ده الصديق دي وحشه لو سمحتي ما تعمليش علاقه معاهم تاني انت احنا متعودين على كده وابنك بيسمعك المفروض ان هو بيسمع كلامك طيب لو ما سمعش كلامك تعمل ايه تقدرش تجبره للاسف ما تقدري تجبريه بس هو برضه يعني هو الموضوع بيكون آه السلوك اللي هو السلوك هو خوف على الطفل مش اكتر ما هو انت بتربيه يعني عشان مش خايف عليه يعني انت انت آه ال 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 الواحد بيبقى خايف على ابنه او خايف على بنته ان تنحرف في صح طريق مش هو الطريق واحيانا يعني الثقه بتبقى في ال في الطفل لانك انت اللي بتبقى مربيه ده مش اقلال من حريته ولكن خوف عليه اكتر لاني انت واثقه في ابنك لكن مش واثقه هو بيتعامل مع مين انت واثق في بنتك بس مش واثقه مش واثق هي بتتعامل مع مين م -م. وبعدين بيبقى بقى مواضيع الزن هنا يمكن في النمسا بياخدوها بطريقه ظريفه انت ما بتشربش بيره انت ما تقدرش تشرب بيره آه لا انت انت مش راجل انت ما اعرفش ايه انت, انت, انت بتخاف من بابا ماما بالاسلوب ده اسلوب التنمر اللي هو فبيضطر ان هو يجرب. يجرب. وعايز الطفل يثبت إن هو لأ هو يقدر وبالتالي بينحرف من طريق لطريق آخر لمجرد إن هو صاحب إنسان ما كانش المفروض يصاحبه مش ما هو دلوقتي انا ليه قلت قانون الاسره هنا صعب جدا م. لان غيرنا الحاجات اللي احنا متربيين عليها غلط وعيب وحرام هي هنا مسموحه م. هي هنا مش غلط هي هنا مش عيب ولا حرام ولا اي حاجه من حقك ان انت تعملها فهو لما بيروح المدرسه بيلاقي صحابه بيعملوا كده انت بالنسبه لك ده صديق سيء هو شايف ان ممكن الامثله او العينات كلها اللي قدامه بنفس الطريقه م. هو ممكن يكون الشاذ الوحيد اللي انت بتقوله ده غلط وده عيب وده حرام مثلا يعني <applause> فهو بالنسبه له ده لا فدلوقتي النقطه اللي حضرتك ذكرتها مهمه جدا انا بيجي لي اهل في المكتب بيقول لي انا والله كان ابني كويس وكان بس عنده النقطه دي هو اللي وحشه من ساعه ما راح قعد عند اليوجن امت اخلاقه فسدت اي لان هو بيديله مساحه هو بيديله حريته بس حريه غير منضبطه تماما بالنسبه لنا <applause> ايوه ما هو فهمت الفكره هي دي هنا المشكله ما هو ده النتاج بتاعها عشان مش منضبطه فالطفل حتى لو مش منحرف بيتعلم الانحراف عن طريق فبالنسبه لنا خاطئ. احنا بالنسبه لنا باظ خلاص الولد باظ يعني الاهل بيجوا يا حرام بيبكوا بيبكوا اللي طلعوا شوف هم طالعين اصلا من الحرب ومتغربين وسايبين بلادهم عشان ايه؟ عشان ولادهم طبعا يلاقوا عيشه حلوه يلاقوا تعليم حلو يلاقوا مكان افضل يلاقوا بلد احسن لما بيجوا هنا الولاد بيجوا بيدخلوا على المدارس بيجوا بيدخلوا على المجتمع بيلاقوا الحرية بيلاقوا المخدرات من حقك تشرب من حقك تسكر من حقك تشرب من حقك تعمل من حقك تصاحب من حقك يكون لك علاقات جنسية الولاد وخصوصا الأولاد بسن المراهقة مش لازم ننسى ده أبدا يعني احنا حتى في بلادنا الأهل بيعانوا من مشاكل لما الولاد بيوصلوا لسن المراهقة الأهل بيتعبوا فأنت هنا لما بتيجي الطفل عايز الحرية هو أي طفل بيحب أن أنت تقوله لأ هو عايز العمليه سايبه ما بيحبش تقول له ما يحبش ما فيش طفل يحب تقول له لا بالعكس هو عايز ياكل حلويات زي ما هو عايز يلعب زي ما هو عايز يطلع وقت ما هو عايز يرجع وقت ما هو عايز مش عايز حد يقول له لا فانت لما بتفضل تقول له يا حبيبي ده غلط ده حبيبي ده ما ينفعش ما ينفعش تتصرف كذا ما ينفعش تعمل كذا يقول لك ده بابا وماما اقعد دماغي هو بيتعلم في المدرسه ايه الحريه عندك الحريه عندك هنا انت جهه بتحميك دي الجهه دي في ظهرك الجهه دي هتساعدك فبيلجا وبيروح ليها في بقى اولاد انا مر عليا من عمر فوق ال 14 وكده بعد ما راحوا قال انا دلوقتي كان عندي مثلا في بيتي عند اهلي اوضه وماما بتعمل لي الاكل اللي انا عايزه والشرب اللي انا عايزه ومصروف ما هو الاهل بيبقوا حنانين على اولادهم عاده يعني تمام انا جيت دلوقتي رحت عايش بيقعدوهم في كامبات في اليوجن امت زي هايم زي هايم وممكن مش لوحده في الاوضه ناس ستانيه وانت مش عارف ده مين اللي معاك ومين اللي مش معاك فيش الدلع ممكن اللي في بيت اهلك في اولاد بيقول لك ايه ده لا بجد انا مش هو ده اللي انا كنت راسمه في خيالي ساعات بيكلمه يقولوا له تعالى تعالى خدني أهلو. انا مش عايز اقعد تاني تمام وده بيكون طبعا آه بتتخذ في الحالات دي اكيد اقرارات على الوالدين بحوث طبعا بيشوفوا بقى الاجراءات والكلام ده اه طب خليني نوقف عند النقطه دي